الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر أكتوبر لعام 2021 الموافق 20 من شهر ربيع الأول 1443 تم وصول سيارة لحوم سكوكي الأضاحي إلى مديرية أرقام السويس وبها أربعة أطنان من اللحوم وهي الدفعة التاسعة ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أرقام السويس عدد 20 طن من لحوم سكوكي الأضاحي. اليوم الثلاثاء 26/10 وصلت سيارة لحوم الأضاحي محمدة ب2 طن من اللحوم ليصل إجمالي ما تم إرساله لمحفوظ البلسيف الآن 74 طن حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 26/10/2021 مديرية أوقاف المنيا تسلم الدفعة رقم 21 من لحوم سكوكي الأضاحي لهذا العام. زنت هذه الدفعة 2 طن يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من لحوم سكوكي الأضاحي إلى 74 طن. تسلمت اليوم الثلاثاء 26/10/2021 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم سكوكي الأضاحي. والسلام عليكم ورحمة الله.